يلا الأخوات انضموا انضموا، بارك الله فيكم. عادي نشرح لكم الدرس كما موالفين. أوكي، هكذا تحضر السيدة أمينة نفسها لتقديم دروس عن حرفة صناعة الجلد للنساء الماكثات بالبيت. أوكي، المهم كيف قدرت تعطيهم هذا؟ عليك سبعة نحس من الأمام، عليك من الخلف، عليك هنا درتلكم البلي اللي يجي فيه، هذا اللي قلت لكم طبقوه. عبر تقنية التحاضر عن بعد تقدم أدق التفاصيل وأبرزها لمتابعاتها. تاعك خشين في التبرج تاعو، تقدري تديري تثقبي، وبعد ما تثقبي تركبي الريليه كما ركبتها وتزيري عليها. رساله نوجهها لكل ماكثه في البيت اني نعلمها حرفه. فادر دوره مجانيه عبر قناتي ام مجيب الرحمن في اليوتيوب. الدوره المجانيه هذه دخلوها الكثيرات، انا شديت جروب تاع 100 الحمد لله كونتهم. تركبي. جائحة كورونا لم تثبت من عزيمة هذه السيدة التي اختارت رفع التحدي بمجالها الخاص. جائحة كورونا أنا ما حبستنيش، بالعكس كي جات جائحة كورونا زادت جاتني فكرة في رأسي، والفكرة هي أنه بديت مبادرة. مبادرة هي درتها في عبر قناتي في اليوتيوب أم مجيب الرحمن، يتابعوها الألوف من الهاويات خاصة الماكثات في البيت. بعدها قلت ولما لا، الأخوات هذو عندهم اكتئاب كورونا، دائما خايفين من هذا الوباء، خايفين علاه، أنا ما نشغلهمش بشيء مفيد يعاونوا به المجتمع تاعهم ويقدموا شيء مفيد، وتدخل المرأة في عالم الشغل خاصة في ظل الجائحة تاع كورونا. الكثير من الأشخاص فقدوا الوظائف تاعهم. لوازم منزلية، تحف مصنوعة من الجلد وغيرها من الأشياء الجميلة يمكن للمتربصات أن تتحصلن على شهادة في صناعتها. بعد ما كونتهم قلت ولما لا ندير لهم شهادة معتمدة اللي تقدر تدخل بها العالم الشغل، مش تكوين تعلم حرفة فقط. فالحمد لله مدرسة الرائد احتضنت هذه الفكرة ودارت اتفاقية مع غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية المندية، وأصبحوا يقدمون شهادات الأخوات هذول ندربهم أنا ونعلمهم الحرفة. فالحمد لله الأخوات حصلوا على شهادات معتمدة من طرف الدولة اللي تمكنهم باه يخرجوا بطاقة حرفي، باه يتحصلوا على قرض من عند الدولة مصغر. أمينة نموذج على المرأة الطموحة المثابرة التي صنعت مجدا لنفسها وسارعت لرفع التحدي بمجالها رغم الصعوبات والعراقيل. أخواتي ما كان هذا هو العمل تاعنا اليوم، يلا طبقوا وبعثوا لي نشوف أعمالكم باقيينها لكم. أي استفسارات أو ملاحظات بعثوهم لي في الخاص.